إذا رأيت تتعلم القراءة والكتابة وصار لك سنين تريد تتعلم بس ما قدرت تتعلم القراءة والكتابة، وصلت لهذا المكان المناسب. بالبداية لازم تسمع وتشوف الفيديو للنهاية حتى تأخذ نصيحة وتطبقها وإن شاء الله تستفيد. طبعا هذا الكلام للناس الكبار بالعمر، الشباب، البنات، حتى الأطفال، حتى الشباب اللي أهلهم يشوفون هذا الفيديو راح يفيدون أطفالهم. أول خطوة تسويها تقرر إنه أنا أتعلم قراءة وكتابة، تخلي ببالك قرار وإصرار. هذا أهم فقرة هذه. حتى لو تدخل دورات وتدخل يمسات، إذا أنت ما عندك استمرارية أو ما عندك إصرار على هذا الشيء ما راح تتعلم. فأول خطوة نسويها نخلي عندنا قرار وإصرار وعزيمة، عزيمة مو مالها كل. المهم هذه لازم تظل ببالنا دائما وعندنا صبر. ثاني شيء لازم تخلي ببالك القراءة والكتابة أو تعليم القراءة والكتابة مو أسبوع ويومين وشهر تعلمت هذا وتقرأ وتكتب، لا. اللي يقول لك كيف يكذب عليك. إذا أنت مبتدئ من الصفر، ما داخل مدرسة أو داخل مدرسة ومبطل، ما تعرف تقرأ، عندك أخطاء ملائية، يعني كل واحد حالته تختلف عن الثاني. بس أنا جاي أحكي ويا المبتدئين اللي من الصفر، مثلا هو ما يعرف حتى الحروف. احنا بالبداية قلنا لازم عندك إصرار واستمرارية، لازم تخلي هذا ببالك تستمر شهرين ثلاثة أربعة حتى لو سنة، ما راح ياخذ من وقتك هواي. أنا يومي أتعلم لي ساعة، بين يوم يوم ساعة. أنا خلصت عمري صار لي مثلا 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة أو 20 سنة عمري وبعدني ما تعلمت، بس أفكر أتمنى أتعلم القراءة والكتابة، أفكر شلون أتعلم وما تعلمت، أو سألت كم واحد وما تعلمت وقال قلم. المهم عفنا ذن الخطوات البداية، لأن لازم ثابتات أساسيات. بعدين نجي مرحلة التطبيق، شلون أتعلم؟ وحدي ما راح أتعلم أكيد، واحد شخص ما يتعلم. عندك ثلاث طرق أو طريقتين أو ثلاثة أو أربعة. أول طريقة اللي هي المناسبة، أشوف لي أستاذ يعلمني، معلمة ومعلمة. طبعا هذا الكلام للبنات والشباب، نقول أشوف لي أو أشوف أو كذا، أحسب بشكل يعني مذكر، يعني للكل أحكي. الطريقة الأولى أشوف لك معلمة ومعلمة تعلمك، أنطيه فلوس يعني مبلغ بسيط، أنطيه حتى لو مبلغ وايد، المهم أتعلم لأن راح تبقى يا طول عمري القراءة والكتابة.